كابتن شطة انا اعرفه اول ما جه النادي الاهلي هنا، اول ما جه النادي الاهلي بيقول لي انا سكنت في شارع مبتدئين عشان انا من السيده زينب، فهو سكن في شارع مبتدئين وشارع مبتدئين في السيده زينب، ويعني لينا صولات وجولات ما اعرفه من زمان من اول ما دخل النادي الاهلي وانا اعرف كابتن شطة ابن حلال وكريم جدا وواعي جدا ويحب النادي الاهلي جدا. هو الماتش الوحيد بتاع 4-2 لما خد كاس مصر فيه كان نجم، كان فوق العاده. كابتن شطه يعتبر من رموز النادي الاهلي لانه جه في وقت قريب بعيد قوي قوي قوي، وكان ليه بصمات خاصه في الماتشات، انه كانت من الحاجات اللي كنا نعرفها عنه انه يلزق للعيب ما يخلوش يعني يروح منه في اي حته. يعني كنا احنا بنضحك زمان انه لو اللعيب اللي هو مكلف بانه يمسكه وما يخلوش يلعب كره كويس، لو راح يجيب كره من بره يطلع وراه. فدي كانت لفته كويسه قوي عليه وبصمه كويسه انه كان ثابت في الحته دي، او كان ليه دور كويس. كابتن شطه هو مش مصري، سوداني، انما لغايه هذه اللحظه يمكن مثلا اكتر من 30-40 سنه من اكتر الناس المخلصين لزمايله اللعيبه. يعني لغايه النهارده كابتن شطه بيتواصل مع لعيبه كبار يمكن الجمهور نسيها والناس نسيتها، بيتواصل معاهم وبيزورهم وبيقدم لهم كل الخدمات اللي ممكن يقدمها لهم. فدي يعني لفته كويسه جدا جدا منه، حتى مع عائلته هو وفي قوي قوي، وبشكل ان يعني مش قادر اعبر قد ايه قمه الوفاء لاصحابه وزمايله اللي هو عاش معاهم وقعد معاهم. يعني نتمنى له النجاح والتوفيق، وهو طول عمره كان ناجح وموفق، ودي يعني صفه كابتن شطه بيتميز بيها يمكن غير اي حد تاني. يعني والله يا كابتن شطه يعني كان محظوظ لما جه النادي الاهلي انه لعب مع جيل كان يعتبر يعني مقارب للجيل الحالي او للجيل بتاع 2004 و2005 اللي هو بركات وابو تريكه والناس دي. يعني فهو كان محظوظ انه لعب في هذا الجيل، انه كان معاه عمالقه على راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب يعني في الشك، واخد بالك؟ وكان له ادوار خاصه كان بيكلفه بها هيليكوتي وقام بها معظمها بنجاح كبير جدا، و يعني هو يعتبر من المساهمين في فوز الاهلي بالدوري يمكن 6-7 سنين في الفتره اللي لعب فيها. يعني كان محظوظا انه فاز ببطولات كثيره في وقت قليل يعني مش كبير، وبلك هو طبعا يمتاز بالإخلاص الشديد والمجهود الغير طبيعي اللي يقولك عنده رئتين والكلام ده، وبلك لا هو لاعب يعني مجتهد بشكل يعني واضح جدا جدا جدا، وذكرياتنا عنه كلها إيجابية، يعني ما فيش حاجة سلبية بالنسبة لشطة. يعني إلى أن اتجه بقى الكليه هندسه وخلصوا ودخل بقى في الكارير العملي، ودليل ان هو متميز انه الاتحاد الافريقي استعان بخدماته ووصل انه بقى رئيس اللجنه الفنيه، وده منصب مش الصغير يعني، وادى بنجاح لمده يمكن 10-15 سنه. فهو انسان على خلق وإنسان خدوم لأقصى درجة، ويعرف الواجب تماما، ويعني مش قادر أقول لك يعني مميزاته كثيرة جدا جدا جدا. أهم حاجة أنه هو صاحب صاحبه يعني، ودي ميزة قد نفتقدها كثير في الجيل الحالي للأسف الشديد يعني. فشطة يعني غني عن التعريف. ربنا يديك الصحة الأول، وبعدين ده تاريخ جميل شطة ده، يعني ياما أسعدنا في الملاعب، ولما كمان في التدريب
لانه له باع كبير في التدريب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، وبعدين راح الاتحاد الافريقي بسم الله ما شاء الله، لسه خارج قريب معاش يعني، فربنا يديه الصح. هو شطه من الناس اللي خلوا اللي نعرف ان في السودان بيلعبوا كوره، هو شط حقيقه، لان هو صغير موجود في النادي الاهلي هنا، وكان بيروح المنتخب السوداني، وبعدين طبعا بسم الله ما شاء الله مسك تدريب هنا كويس في القطاع الناشئين وبعدين درجة الأولى، فشطة ده يعني حاجة معي في النادي الأهلي، ده حاجة جميلة يعني. قدوة طبعا وقيمة من القيم بتاع القيم الفريق النادي الأهلي كله والقدامة كلهم، ولحد دلوقتي على فكرة بنقعد معاه وبنتعلم منه، بنتعلم منه القيم اللي هو اكتسبها قبل كده واللي احنا بنتعلمها منه دلوقتي وبناخدها منه دلوقتي، وبناخد رايه في حاجات كتير جدا جدا جدا. هو طبعا قيمه في الاتحاد الافريقي وقيمه اداريه كبيره جدا جدا في كره القدم، وقيمه كلاعب قديم ليه ستايله ليه شكله ولي موهبته. بيقولوا ان الكابتن شطه دايما بيخسر في فريق الشمس، الخبر ده اكيد؟ لا 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 لا، هو بقى له فتره ما بينزلش يعني، بس هو طبعا الفريق فريق الشمس ده شويه هنا نكسب وشويه هنا نكسب، وهي مش ما فيش فريق يعني، احنا كل يوم بنعمل فرق غير يعني، ما فيش فرق ثابته، النهارده تقسيمه غير التقسيمه، فممكن يكسب النهارده يخسر بكره، الدنيا كلها كده. كابتن شطه طبعا كابتن كبير جدا، انا ليا الشرف ان انا لعبت معاه ولحقته 79 80 لحد 81 لحد ما اعلن اعتزاله، لعبت معاه ماتشات افريقيه ولعبت معاه ماتشات في الدوري. كابتن شطه كان نجم كبير جدا طبعا، لعيب كان تكتيكي على اعلى مستوى، كان بينفذ تعليمات مستر ديكوتي بدقه وعنايه وبالتزام غير عادي ما شاء الله، كلنا كنا بنشوفه كان بيكلف بلعيب كبير جدا ونجم كبير خاصه في الماتشات الكبيره منه مثلا كابتن فاروق جعفر. فكابتن شطه لعيب كبير ولعيب كويس جدا، وكان نجم بصراحه في الثمانينات، ليه جماهير كتيره جدا، وكان لعيب في الملعب وجوده مهم جدا على المستوى التكتيكي بصراحه. فانا استفدت منه طبعا، وكابتني واخويا الكبير، ودايما بشوفه وبطمن عليه، وبسعيد جدا لما اشوفه في النادي الاهلي، هو قعدته كلها في النادي الاهلي زي كده بالظبط. فبدعي له بالصحه والعافيه والتوفيق، ودايما منور النادي الاهلي ومنور مصر كابتن شطه.